فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك جماعة في التشهد الأخير ثم أتى أناس لم يكبروا، هل يجوز لهم أن ينتظروا ولا يدخلوا مع الإمام ثم يصلوا جماعة أخرى؟ نعم، يجوز لهم، بل يجب عليهم أنهم يصلون جماعة أخرى ولا يصلون فرادى، وهم مخيرون، بقوا يدخلون مع الإمام فيما بقي، وإذا سلم يقومون ويأمهم واحد منهم لا بأس بذلك، أو ينتظرون حتى يسلم ثم يصلون جماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.